كل أسبوع أحضر فيلم بالسينما ومرات بالبيت أقعد وأشوف أفلام وكل فيلم شي تكلم عنه واندمج مع الأفلام ومع قصصها. لما كبرت وصرت المخرج مسعود حمد قمت أصنع الأفلام بنفسي وأعيشها بكامل تفاصيلها. هذا البروتين بار انا قاعد له لذيذ يهبل يهبل. احنا نفهم بس نحترم نفسنا. معاك مدير اعمال ابو جاسم. نص كوميدي يموت من الضحك واتمنى انك تخرجه. سوري لا طالع شي لا ارمك يا راسك اي باللي ما يحفظك ما يصير يطقنا. يا مرحبا بملكة الفنشيستا. رحب فيكم بهذا المساء الجميل. زين انا ولد عمي عنده قراج تسوي له دعايه. انا دنانيرك هذه ماني محتاجه وانا ابوك. لا اسمك الاغنيه اللي راح اغنيها البومه الاخير.